جديد يذكر ولا قديم يعاد في قائمة أكبر 20 علامة تجارية بآسيا، لأن أرامكو السعودية حافظت على صدارة أكبر العلامات التجارية. فلا جائحة كورونا ولا الحرب في أوكرانيا ولا توترات الشرق الأوسط أحدثت أي تغيير في قائمة صدارة الشركات. القيمة السوقية لعملاق النفط السعودي بلغت 1,921 مليار دولار في 2024. القائمة أثبتت أيضاً أن الشركات الصينية ما تزال تتمتع بأكبر حضور في قائمة أفضل 20 شركة آسيوية. فالشركة الصينية الأكثر قيمة هي تنسنت القابضة، هي الثالثة من حيث القيمة السوقية في القارة. وفيما احتفظت أرامكو بمكانتها الرائدة، ذهب مقعد الوصافة للشركة التايوانية TSMC المصنعة للرقائق وأشباه الموصلات. التغيير الكبير حدث في الموقع الرابع، فقد اقتنصته مجموعة تاتا الهندية القابضة متعددة القطاعات، والتي يتمثل نشاطها الرئيس في إنتاج السيارات، متقدمة من المركز الثامن، فيما جاءت سامسونج في المركز الخامس.